حصص مدرسية كثيرة تتعاقب على هذه الألواح، ولكن هناك ثلاثة مواقف في ثلاث حصص مرت على كل أجيال شرش الطول، لن ينساها الطلاب مهما تعاقبت الأجيال. المكان العاشر جيم، الحدث حصة الأحياء، عدد المتواجدين كل الصف، الموضوع التكاثر الجنسي عند الثدييات. لم يعرف لغاية اللحظة السبب الذي يدفع طلاب الصف العاشر بالضحك المتواصل في هذه الحصة بالذات، وهنا يكمن دور المعلم. شوفي انتوا يا بتضحكوا، ايش تضحك؟ هذا علم. ويجب طبعاً أن يبرز من الطلاب صاحب لقب التعليقات المستمرة والذي ينتظره الجميع بشغف. طب أستاذ أستاذ أستاذ، طب كيف المعلمات بيدرسوا الطالبات؟ أستاذ، بتحب أطلع أشرح لك الدرس؟ يم مش حاضر. وهنا إياك أن تقلد غيرك، فلكل منكم شخصيته. نجيبه لنا في الامتحان لأنه راح نفل، نجيب علامات فل. حكى نكتة؟ لا لا إذن، كان بوصف الأستاذ في المطعم اللي آخر الشارع. أوكي. طب يلا على المطعم. يلا استقبلنا باقي الثدييات، نرجع نتعشى عليهم احنا مخلصين. يلا خليك. المكان العاشر جيم، عدد المتواجدين كل الصف، حصة الرسم من أهم الحصص التي ساهمت في توسيع مخيلة الطلاب، فهي تعبر عن حالة تعبير جديدة عن العواطف يقوم بها الطلاب أو واحد منهم على الأقل. ولكن أين أستاذ الرسم؟ متخرج حديث من قسم الدراما، الوظيفة الوحيدة التي يستطيع تسليك نفسه بها هي أستاذ رسم. ألو، شو يا حمزة؟ ما حكوا لك أنت القبض جايتك المسرحية؟ أي عرض جاي يا زلمة؟ وال لسه 21 شهر؟ طب فيش أي شيء دراما من هون من هناك، أي شيء يا زلمة؟ طب بدوي، تاريخي، مكسيكي، عربي، أي شيء أي شيء يا زلمة. هيني بالمدرسة بسلك بحالي، قلت اللي فن. آخ بس آخ. صار حسن الطلاب داقوا ببعض. إيه؟ طلاب بضربوا ببعض، طوش ومشاغب. طيب يلا هنجي. في ولد وقع، يلا هنجي. أهله بدهم يجوا مشان دم. يلا أستاذ بسرعة. أستاذ يلا. سلام يا حمد. سلام. المكان العاشر جيم، الحدث حصة التربية الوطنية، أو أستاذ مؤيد، عدد المتواجدين كل الطلاب. عند الأستاذ مؤيد يتساوى الأزعر والمغفل. اللي بيجي بكرة مش كاتب ملخص لدرس بكرة، ما يحلم يطلع من الصف إلا مكفن. واضحة هاي يا شباب؟